وفي تصريح خاص لمركز الأخبار أكدت سعادة الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى أنه على الرغم من تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها على العالم إلا أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين مستمرة في عملها المتمثل في إقرار العديد من القوانين والتشريعات خدمة للوطن والمواطن. طبعا لا شك بأن إحنا يعني من بداية أزمة كورونا إحنا كسلطة تشريعية واجهنا تحدي كبير وخصوصا في بداية خصوصا في الدور الثاني، وطبعا مع استمرار هذه الجائحة التحدي راح يستمر. احنا طبعا رغم التحدي اللي يعني بسبب هذه الجائحة واللي واجهتها السلطة التشريعية يعني، وطبعا هذا الجائحة يعني يمكن اثرها انصبت على كل الأصعدة، ولكن بالنسبة لنا احنا كسلطة تشريعية يعني حرصنا رغم هذه الظروف ان احنا نقر القوانين والتشريعات اللي في مصلحة الوطن والمواطن، وكان اهمها طبعا التأمين ضد قانون التأمين ضد التعطل، وهذا القانون لا زال يعني أثاره المثمرة بالنسبة للوطن والمواطن مستمرة، وخصوصا أن هذا ساعد الدولة على تنفيذ حزمة من التدابير على الصعيد الاقتصادي. هناك الكثير من القوانين أيضا اللي كانت مهمة في ظل هذه الجائحة، منها طبعا قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية واللي دعموا التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، وحزمة طبعا من المشاريع والاقتراحات والقوانين.